اختتمت مساء امس الاثنين الايام التشاوريه للحوار الوطني الشامل بعد شد وجذب بين المتحاورين طال مختلف القضايا السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وهيمنت عليه قضيه الماموريه وتغيير النشيد والعلم الوطنيين. التفاصيل مع الزميل محمد المصطفى النونو. تعزيز الممارسة الديمقراطية وصون الوحدة الوطنية ورفض استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ورفع سن الترشح كان أهم ما رست عليه سفينة الأيام التشاورية قبل إلقاء مرساتها في بحر الحوار أمس الاثنين. كلها يبدي رأيه ويقعدوا للطاولة ويحاولوا كانوا يخرجوا بشلاه يعود مستقبلا، هدف الوحيد هو بناء موريتانيا حرة ومزدهرة. الورشات الأربع التي قسم إليها المشاركون شهدت طيلة أسبوع كامل تباينا شاسعا في الآراء ومقترحات، وصفها البعض بالجنونية فيما أكد آخرون على أنها من باب الحداثة ومواكبة العصر كتغيير العلم بإضفاء لون أحمر قان على جنباته ومحاولة تغيير بعض الرموز الوطنية الأخرى. الحوار شعب موريتانيا راجي منه الكثير ومفتوح قدام جميع الموريتانيين يدلوا بآرائهم، ولا في خطوط حمراء ولا في شيء، كل حد عنده الحق يجي يعبر عن وجهة نظره. إذن انقضت أيام التشاور وبقيت أيام معدودة من الحوار تنقضي هذا الخميس، خصصت لعرض أهم ما تمخضت عنه الأيام التشاورية من مخرجات. فهل سيكون ما بعد الحوار مخالفا لما سبقه، أم أن ما جرى لن يكون إلا مشورة فم القربة كما يقال بالحسانية؟ حمد المصطفى نونو، الوطنية.